القانون ولائحته التنفيذية ضمانات انه لا يحدث اختراق مرة اخرى للمجتمع المدني ايه؟ دي يعني موجودة حضرتك بقى. قلت، ويمكن حضرتك كنت شاهد على واقعة، يعني يا ريت تقولها لنا، انه لما كنت في البريد، لما كنت ماسك البريد، انك لقيته، كنت لقيته حاجات. انا لما كنت رئيس البريد في عز الثورة بقى، انا بكلمك على في يناير. 2011 في يناير، يعني على كان الكلام ده في ابريل 2011، لقينا شبكة حد يعني عنده مؤسسة المفروض انها مؤسسة مجتمع مدني بيرسل مرتبات شهرية لاكثر من 3000 شخص في محافظات مختلفة عشان يبقوا جاهزين للقيام بأي أعمال ضد الدولة. وأياميها الحقيقة بلغنا عنها، و دي كانت ايه يا فندم؟ يعني كان مؤسسة بتعمل لجماعة الإخوان جماعة المسلمين. الإخوان، يعني كانوا بيبعتوا مرتبات ل 3000 واحد في شهرية، أكتر من المحافظات 3000 شهريا. واحد يجهزوهم كده، بس يعني دي ستاند باي يعني، ستاند باي، وبياخدوا مرتبات لحد ما نحتاجكم لو حد ما يحتاجكم من الجمعية دي. من الجماعة دي. فكان في، أنا واحد من الناس بقول لك، وأنا رئيس البريد اكتشفنا الحكاية دي وبلغنا الجهات السيادية وتعاملوا معاها ساعتها يعني. بقيت ضامن في فالضامن القانون. الضامن القانون حط لوائح محددة ازاي تقدر تمانج او تدير المؤسسة بتاعتك بطريقة سليمة، بأوراق سليمة، كل مليم داخل متسجل جاي منين، وكل مليم خارج متسجل رايح فين، عشان تضمن ان النشاط كل جمعية النهاردة وكل مؤسسة حطت الاهداف بتاعتها، ايه الحاجات اللي بتشتغل فيها بالتفصيل، اللي بيشتغل في الإعاقة، اللي بيشتغل في الأسر الأولى بالرعاية، اللي بيشتغل بالتفصيل بيتوافق عليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبيبقى فيه متابعة ومراقبة شهرية وربع سنوية وسنوية للدفاتر بتاعتك والأنشطة اللي أنت بتقوم بيها، عشان نضمن أن المجتمع المدني يكون فعلا هو واحد من الأعمدة الأساسية اللي بتساعد المجتمع على التقدم والتنمية. لما كانت متسابه بدون ضوابط، احنا شفنا ايام الثوره مؤسسات اهليه كتيره كانت بتعمل ضد الدوله. وشفنا النهارده عشان تجيلك فلوس من بره لها قواعد محدده، وما تقدرش تاخد مليم من بره. مش تحكم، ولكن دي لا رقابه الدوله، لا لا، الدوله بتراقب يعني، انا ما دام حد من انا بره فلوس داخل البلد يعني. بعد، كان الاول الدنيا كانت شويه سايبه. النهارده انا في المؤسسه عندي، انا لنا المؤسسه الام اللي هي الامبيات الخاصه اللي هي رعايه ذوي الاعاقه الذهنيه، ساعات بيبعتوا لنا مساعدات، اول ما اقدرش استلم المساعدات دي غير لما اقدم لوزاره الضامن واخد الموافقه، ووزاره الضامن بتاخد موافقه الجهات الامنيه، وبيلاقوا ان الورق مظبوط وان دي فعلا مؤسسه عالميه بيسمحوا لنا، والفلوس بتيجي ونصرفها على الاولاد ذوي الاعاقه الذهنيه. حتى لما بيجي لنا ساعات نظارات، احنا بنعمل كشف طبي للولاد غير القادرين من ذوي الاعاقه الذهنيه، فساعات المؤسسه الام في امريكا تبعت لنا نظارات عشان نقدر ندي الولاد. نفس الحكايه، بنقدم طلب وبيتوافق عليه في ساعتها، طالما الجمعيه او وحش المؤسسه يزعل من القانون ولا يزعل من بالظبط الاجراءات. يعني انت لو بتعمل، لو بتعمل حاجه بالتعبير العادي جدا، لو بتعمل حاجه شمال هتبقى قلقان. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني من الاخر. الحاجه التانيه ان ال ال ال, ال, ال انا ما ينفعش يبقى عندي مجتمع مدني بيشتغل ضد الدوله. يعني اي دوله في العالم، هو ما ينفعش اي حد يشتغل ضد الدوله بالظبط كده. بشكل عام بالظبط. يعني ده ممكن تعارض، يبقى ليك المعارضه راي ده موضوع معارض، تاني خالص، انا لكن انك معارضة. تعمل ضد الدوله دي اللي يعني محتاجه. لما بعد الثوره لما اكتشفنا ان في مؤسسات يعني كان لها اسمها بيجي لها دعم خارجي مادي وفكري وبتستعمله ضد البلد، طب ده ما ينفعش. صحيح. لذلك اللي حصل في موضوع المؤسسات الاهليه، طلع قانون، القانون ما طلعش الا لما اتعمل عليه دراسه جامله واتعمل عليه حوار مجتمعي، جابوا عدد كبير من اللي شغالين في المؤسسات الاهليه ولهم في العمل المدني، وراجعنا القانون، اعترضنا على بعض الحاجات، وافتكرنا انها مش هتتشال، اتشالت الحمد لله، واصبح عندنا قانون واضح كل المؤسسات مضت عليه واستلمته، والست شهور اللي فاتوا كنا بنوفق اوضاعنا طبقا للقانون الجديد، بكل بقى اسماء العاملين في المؤسسه، بكل واحد دوره ايه، بالاستراكشر يعني التنظيم الاداري بتاع المؤسسه، نوعيه التبرعات اللي بتجي لنا، نوعيه الصرف اللي واصبح عندنا دلوقتي دفاتر معينه
ده كمان ده تأهيل يعني ال 22 يبقى عامل المجتمع المدني دي بقى وانت كان خبر داخل جميل بالقانون قوي. بلائحته التنفيذية وشغال، بالظبط. فاه يعني ده انت بقى في عام ليك، شوف فهتقدر الرئيس يبقى فيه، هيبقى فيه فعاليات وهيبقى فيه بالظبط، فخامة مؤتمرات. الرئيس عمل نفس الحكاية في عام الإعاقة لو تفتكر حضرتك طبعا 2019. فهو عمل ايه؟ على فكرة مثلا بالنسبة للإعاقة، أنا عشان عندي مؤسسة لذوي الإعاقة الذهنية، فبقول لك عمر ما وده بقى ولا مجاملة ولا حاجة، أنا بشتغل في الإعاقة من 2003، يعني بقالي 18 سنة بشتغل مع ذوي الإعاقة الذهنية. عمر ذوي الإعاقة عامة ما خدوا حقوق زي ما خدوها في الفترة اللي فاتت. أول مرة يبقى عندنا قانون لحماية ذوي الإعاقة، أول مرة يبقى عندنا صندوق السيد الرئيس ده لا، قاعد جنبيه. عايز اسال حضرتك اتفضل. باشمهندس، يعني احيانا بيجي لي مثلا تساؤلات او شكاوى او بتاع انه في حاجات كتيره جدا من القانون بتاع ذوي الاعاقه مش متفعله، وانه الكارت الفلاني بيروحوا للمكان الفلاني، يعني في مشاكل في بعض على الحاجات الارض. بس ده مش غلط، مش غلط من القانون، وغلط من تطبيق من القانون من بعد تطبيقه. بتاعه. ايوه، ما يعني انا ازاي ابقى عامل قانون كويس جدا يضمن كل الحقوق وبعدين ينزل على الارض يبقى في مشكله. بالظبط، هديك ابسط مثال. القانون بيلزم اي مؤسسه تعدى عدد عمالها عن عدد معين يبقى في 5% من العاملين لذوي الاعاقه. للاسف في مؤسسات كتيره او شركات مش مطبقه ده، بترفض. يعني بتحاول صحيح. خلاص، في حين ان ده حماية لذوي الإعاقة اللي ربنا أراد إن هم يبقوا عندهم هذه الإعاقة عشان يقدر يعيش ويندمج مع المجتمع ويبقى له دور. أنت عايز إيه؟ عشان واحد عنده إعاقة يقعد في البيت؟ صحيح خلاص، صحيح. دور له على وظيفة مناسب توازي. بالظبط، يعني حتى ياخد عندنا حقه وانا استفيد منه. بالظبط كده.